صباح الخير مشاهدي الام تي في بلبنان بمختلف انحاء العالم، وتحيه صباحيه لكم وما كنتوا عم تتابعوا صبحيتنا المباشره على الهواء ام تي في لايف. اليوم صبحيتنا مختلفه عن كل الصبحيات، ضيوفنا هن ضيوف ابطال قدروا يجابوا المرض بالرغم من كل شيء، قدروا انه يكونوا عم يزرعوا هن الفرحه بقلوب الجميع من حولهم، مش بس نحن عتلانين هم هالاطفال يلي عندهم يمكن طفولتهم مشبعه بالمرض بالادويه بلكي بالعلاجات، ولكن بنفس الوقت مشبعه بكثير من روح النضال، روح الفرح وروح الامل، وهيدي شغله بتصور يمكن نحن بنفتقد لها اوقات. خلينا نرجع نتعلمها من براءه الاطفال اليوم الموجودين معنا بالعيد ال14 لمركز سرطان الاطفال لايف، عم بيواكب هالاطفال، عم بيواكب المسؤولين عنهم، عم بيواكب كمان المسؤولين عن مركز سرطان الاطفال يلي عم يعطوا من جهدهم ومن حياتهم وكل تفكيرهم وتركيزهم على هالموضوع. وحلو كثير انه كثير من الناس وباعداد كبيره وكثير من الاشخاص يلي عندهم روح العطاء عم يقدروا يساعدوا هالمركز، ولكن دائما نحن بحاجه لنكون عم نوقف حدهم لانه بنعرف كثير منيح قد ايه كلفه العلاجات هي كثير كبيره وقد ايه نسبه الشفاء كمان هي كثير كبيره. اليوم الايف مخصص لهالموضوع، وانا وزميلي الي احواج رح نكون عم نستضيف كبار وصغار نحكي عن هالسرطان الاطفال يلي مع الوقت تحول لامل بالنسبه لنا بدل ما يكون عم بيكون مشكله بالنسبه لنا. بونجور. بونجور، صباح النور كاتيا. صباح الخير. مثل ما قلتي هالاطفال الابطال رح يكونوا معنا بحلقتنا، ورح بيكون في معنا كمان نجوم اصدقاء لهالمركز، هن طبعا النجمه سيرين عبد النور، الفنان الموسيقي ميشيل فاضل، والزميل وسام بريدي رح يشاركونا حلقتنا لليوم يلي كمان ما رح تغيب عن خميس الاسرار عند الكنيسه الارثوذكسيه، ورح نستقبل ارشمندريت يعقوب خليل رئيس دير سيدة البلمند البطريركي تنحكي أكثر عن الأسبوع العظيم. نهار إذن ممتع ومميز، نحن وياكم رح نترافق إذن مع نجومنا أكيد بهالحلقة، بس كمان مع نجوم صغار مثل ما قلت لكم رح نستضيفهم بعد شوي، بس البداية رح تكون مع أب تو ديت. اذا اليوم ما رح نبلش نحط البنز، وما بعرف اذا رح اقدر احطه بسهوله. عم نجرب اثنيناتنا. البنز اكيد لسرطان مركز سرطان الاطفال يلي فعلا بنرجع بنوجه لهم تحيه، وعلى كل حال اليوم كل النهار هي تحيه لهم، هالناس يلي يعني ندروا حياتهم لهالنوع من الاعمال، لهالنوع من المساعده، واللي هي بتصور اهم شيء اطفالنا هن بحاجه لانه نكون واقفين حدهم. والسرطان هو مرض مثله مثل غيره، ممكن الشفاء منه بدل ما نكون عم نعمل بانيك مثل ما بيقولوا، او نكون عم نوقف قدام هال مرض وما نعرف كيف بدنا نجيبه ونتعامل معه، خلينا نكون جاهزين لانه العلاجات عم تتطور والعلاجات موجوده، ومثل اي مرض ثاني ممكن الشفاء منه. اذا بنخصص حلقه اليوم من الايف للاحتفال بالذكرى ال14 لافتتاح مركز سرطان الاطفال بلبنان، وبجوله على ابرز انجازاته واحدث حملات الاس ام اس. بنعرف دائما انه مركز سرطان الاطفال دائما كرييتيف بهالموضوع، ودائما عندهم افكار جديده لحتى يكونوا عم يساعدوا الناس تا يساعدوا غيرهم كمان. فعنا هوم سويت هوب كامبين على 1150 يلي كل سنة عم بتكون فعلا هيك عيدية حلوة وهدية حلوة لكل الأشخاص. 1105 1105، فاذا على الاس ام اس 1105 فيكم تشاركوا وتكونوا عم تقدروا تربحوا بيت شقه وانتم عم بتساعدوا الاطفال يلي مصابين بالسرطان. الحلقه بتستقبل اليوم اذا اطفال ما زالوا بمرحله العلاج من السرطان، واطفال انهوا العلاج وانتصروا على مرض السرطان، ورح يكونوا عم يعطونا من شهاداتهم وقد ايه يعني اوقات المرض بخلي الشخص ينضج قبل وقته صحيح، ويصير يعني يفهم قد ايه اهميه الحياه قبل وقته كمان.
إذا الأطفالنا رح يشاركوا بمختلف فقرات هالبرنامج، فقرات لايف اليوم، رياضة، رقص، مواهب، طبخ، بس كمان رح يكون عنا انترفيوز معهم. البرنامج بيستقبل كمان العائلات يلي يعني ممكن عائلة الولد المصاب هي بعد بدها مساندة، وأن نوقف حدا وأنه نتفهم وضعه وأنه نساعدها بعد أكثر من الولد. الأطباء كمان يلي عم يجيبوا هالمرض يومياً، وهودي ناس كمان في صعوبة كتير أنك تكون عم تشوف ولد متضايق عم يتألم، ممكن أنه يكون حياته بخطر، أوقات منك قادر تساعده، فهون الأطباء لما بيكون في مساعدة خاصة مادية بيكونوا بفرح كبير هن كمان. مركز سرطان الأطفال بلبنان بيستقبل الأطفال المرضى من كل الانتماءات والخلفيات من دون أي تفرقة، وبيقدم لهم العلاج من دون أي كلفة على الأهل، ولهالسبب يعتمد كليا على التبرعات، وبتبلغ ميزانيته السنوية 15 مليون دولار. وهالمركز افتتح سنة 2002 وصار معالج أكثر من 1000 طفل ومقدم استشارات طبية لأكثر من 4000. إن شاء الله بالشفاء التام والكامل. على كل حال يعني تابعوا الحلقة لأنه فيها شهادات مؤثرة ومميزة لأبطال عم بيواكبوا، يعني عم بيحاولوا ينتصروا على المرض، ولأبطال انتصروا على هالمرض. رح ننتقل لخبر ثاني بحلقتنا لليوم. الفتاة العربية الخارقة لبنانية تتفوق على النساء والرجال. حقق شريط فيديو بتظهر فيه فتاة وهي عم بتجر ثلاث سيارات موصولة ببعضها، نسب مشاهدة قياسية باليومين الماضيين. للمرة الأولى بين الدول العربية فتاة بترتدي فستان، وعم نشوف هالبطلة اللبنانية وبتجر ثلاث سيارات بتراوح وزنها بين 3 و4 طن. هي عم بتجر السيارة مش ضروري فستان. هي عم بتفرجي انه حتى فيها تكون متمتعة بكامل انوثتها وعندها هالقوة الجسدية الخارقة. هي اللبنانية سهام قصير يلي قدرت انه تجمع بين القوة والانوثة سوا. سبق وشدت باص، واليوم ثلاث سيارات، وفي عندها مشروع انه تشد طيارة بجسمها. بدنا نقول انه هالبطلة، خلينا نشوف الفيديو ونحن عم نحكي اكثر عن بطولات سهام يلي دخلت مجال التحكيم مع الاتحاد اللبناني لكرة القدم، كما شاركت بسباقات عدة ونالت جوائز، منها المرتبة الأولى بسباق الدراجات الهوائية وبسباق جائزة طرابلس الكبرى العام 2016، والمرتبة الثالثة بسباق المغاوير بالدراجات الهوائية من ثكنة لثكنة من اللؤلؤ إلى الأرز، وطول السباق 42 كيلومتر. مثل ما قلنا أنه هي يعني رياضية ممتازة، وهواياتها رياضية متعددة، كرة القدم، كرة السلة، الدراجات الهوائية، السباحة، تزلج، الركض، الملاكمة، المصارعة، حلو والجمباز. خلينا نشوف. حلو، هذا يحس حلو أنه عنده قوة هالقد خارقة يعني. إيه مش هلا كيف اكتشفت هالموضوع وليش قررت تعمل هالشيء؟ هيدا سؤال كمان اكيد نبقى نسألها اياه. مش هينة ابدا، مش هينة ابدا. بعدين ما بعرف امتى يعني الاهل سمحوا لها بهالشيء، امتى اكتشفوا انه قادر جسمها يتحمل هالشيء؟ حتى وزنها منه يعني وزن رياضي، بس ساعتها بتتمرن كثير منيح كمان، بس هي مش قصة بس تمرين، يعني هذا جسم خارق مختلف عن الاخرين، سبحان الله. يعني دراسة الموسيقى بتسرع قدرة الرضيع على الكلام. طبعا بنعرف كثير منيح انه دائما بنعتبر انه الموسيقى بتدخل عند الولد بسرعة، وبنعرف قد ايه بتأثر فيه، وحتى المرأة الحامل يعني ينصح انها تكون عم تسمع موسيقى رايقة وعلى رواق حتى يكون الجنين عم يتمتع، بس هي صورة كثير مهضومة، عم يكون يعني متمتع بسلام تام خلال الحمل. ولكن كمان لما بيولد الولد الموسيقى ممكن تكون عم بتأثر عليها. لما بعرف إذا هيدفونز على الجنين إذا منصح فيها، هلا هيدي بس للإلستراسيون يعني تنشوف إنه لازم يكون عم يسمع موسيقى. ولكن أشارت دراسة أمريكية حديثة إلى إنه استماع الرضع إلى الموسيقى بيعزز قدرتهم العقلية وبيساعدهم على التحدث مبكرا، وبيزيد حصيلتهم اللغوية، الفوكابيلار بيصير أقوى. ووجدت الدراسة الصادرة من جامعة واشنطن أنه المناطق الموجودة بالدماغ المسؤولة عن التحدث كانت أقوى لدى الأطفال الذكور والإناث بعمر 9 شهور هن يلي بيستمعوا إلى الموسيقى. هذا الشيء بيجعل مسألة تعلم الكلام وأيضا اللغات الأجنبية أسهل من غيرهم، يعني من الأشخاص أو الأطفال يلي ما بيستمعوا إلى الموسيقى. وشملت الدراسة
37 رضيع تم توزيعهم على مجموعتين، الأولى بتحضر حصص موسيقية مع الأهل بغية الاستماع إلى الموسيقى أو النقر على الآلات، يعني كمان بيلعبوا موسيقى أو بيحاولوا يلعبوا موسيقى. أما الثاني فحضرت حصص ألعاب وأنشطة بالمكعبات والسيارات وإشياء الإدوكاتيف يلي نحن بنعتبرها أنه بتنشط الدماغ، فكان الاستماع إلى الموسيقى عنصر مساعد أكثر ومحفز أكثر لأنه الولد يكون عم يستعمل راسه أكثر ودماغه أكثر ويكون عم بيحفز اللغة عنده. استمرت هالحصص لمدة شهر كامل، وخلال الرضع بيحضروا 3 مرات أسبوعيا، وبعد اختبارات إذن على مسح المناطق التحدث ومعالجة اللغة على أدمغة المجموعتين تبين أنه الموسيقى بتربح. حلو، رح نروح على كمان دراسة تانية بتأكد على أهمية أنه الإنسان ما يقعد بعزلة وما يكون وحيد. فحذرت دراسة جديدة أنه الشعور بالوحدة أو العزلة الاجتماعية قد تؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان. وبينت نتائج الدراسة أنه الوحدة بتأثر على الأشخاص من خلال 3 عوامل، وهي السلوك الفردي في التعامل مع الأشخاص، ثم ارتباط الوحدة بالعامل النفسي يلي من شأنه زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب، ثم العامل الجسدي. فالوحدة والعزلة بتقلل من ردة فعل الجهاز المناعي لدى الأشخاص، بالإضافة إلى رفع ضغط الدم عندهم. دراسة شملت 181 ألف شخص، وتوصل الباحثون أنه الوحدة والعزلة الاجتماعية بيرفعوا من خطر الإصابة بأمراض القلب 29%، بالإضافة إلى ارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ل 32%. ما تضلوا لحالكم يعني. هلا يعني نيلو يلي بيلاقي حدا حده للحقيقه كمان، يعني نعرف انه الاشخاص يلي بنحبهم اللي بحاجه ل انه نكون موجودين حدهم، خاصه بالاوقات الصعبه يلي بتكون يمكن ما بيكون رفقه كثير حلوه لما بيكون الواحد بديبرشن او بيحس حاله انه وحيد، بس منيح انه نكون موجودين حدهم. اصغر عارضه ازياء عمرها 11 شهر فقط، الصور رائعه بس ما بعرف اذا نحن موافقين على انه تكون عارضه ازياء عمرها 11 شهر، ولكن خلينا نشوف هالصور الحلوه. بعد مشاهده صورها ما بتملك الا انك تقول ما اجملها. فعلا هي مش انه ما اجملها، هي بوبي، بس بوبي دو سير، يعني هالقد بوبي. ميا باين يلي عمرها 11 شهر قررت والدتها عارضه الازياء انه تجعل منها احدى اصغر عارضات الازياء بالعالم بمجموعه من الصور عبر حسابها على انستغرام. ما بعرف إذا سألتها بالأول. هل حساب بيتبعه 122 ألف شخص، حتى أنه نجمة التلفزيون الواقع كيم كارداشيان كمان تتبع أخبار هالعارضة الأزياء وصور عن جد رائعة. ورغم أعجاب الكثيرين بهالصور، إنما البعض اتهم الأم باستغلال بنتها طبيعي، وذلك بعد تصويرها بملابس البحر كمان، وهيدي ما بعرف شغلة قديه مقبولة، ولكن الأم مش فرقانة مع الموضوع وعم بتجمع فولوورز، وبتضيف انه رح تستمر بالتقاط الصور لبنتها حتى بعد ما نصحها البعض بالتوقف عن هالشيء. نشر صور الاطفال على الشبكات الاجتماعيه امر مثير للجدل بحسب الاخصائيين، فهناك وجهتين نظر متطرفتين بهالموضوع. في ناس بيقولوا انه تسجيل حسابات الاطفال عبر الشبكات الاجتماعيه منذ الصغر مش مفروض تكون موجوده لحمايه هويتهم عبر الانترنت، وفي ناس ثاني بيعتبروا انه بالنهايه هالقرار بيعود للاهل. هلا الكل عم يحطوا صور اولادهم على يعني مواقع التواصل الاجتماعي، يعني هيدا امر انا ضده 100%، ولكن موجود يعني ما بعرف قد ايه عم بياثر. هلا طبعا بياثر بنسبه معينه، وقت في كثير من المشاكل ضروري انه نكون عم ننتبه لها، بتخلي الاشخاص يدخلوا على حياتنا الشخصيه بكير، وبتصور بنت ال 11 شهر ما عندها راي بعد الموضوع. اكيد رح نروح على صوره اليوم كاتيا، وصوره من بلده دوما، واحده من اجمل البلدات اللي فيها كمان مغاور وجبال حلوه كثير ومشهوره طبعا. تصور حالك عايش بهيدي المغاره، كان في حدا عايش فيها هيدي. رح نقطع على الطقس سريعا، قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحراره. ورح نكون اكيد خلال النهار مثل ما وعدناكم بلايف اليوم يلي هو مخصص ال 14 سنه لمركز سرطان الاطفال، ولكن مخصص لشباب وصبايا صغار عندهم من الفرح يمكن اكثر ما عنا نحن، وقادرين يجابهوا المرض اكثر منا نحن، لانه في ناس واقفين حدهم، لانه منهم وحيدين، لانه في ناس عارفين كيف يتعاملوا مع هالمرض ان كان طبيا وان كان نفسيا وماديا. اكيد الكل مدعوين انه يكونوا عم يساعدوا. وقفي هلا ومنكون مع أوروسكوب.